باشمهندس السيد عبد الفتاح ماسك ايه الائتلاف؟ المنسق العام للائتلاف الاسلامي. المنسق العام للائتلاف الاسلامي الحر. النهارده الائتلاف نازل كله ولا ايه؟ الائتلاف نازل كله النهارده لتحقيق مطالب الثوره او لاستكمال تحقيق مطالب الثوره. مطالب الثوره لم يتحقق منها الا الجزء اللي جاي نتيجه ضغوط من الثوار. المجلس العسكري يعني لا يستجيب الا للضغوط. وما تحقق من مطالب الثورة تحقق نتيجة الضغوط، سواء كانت بالاعتصامات أو كانت بالمليونيات. الإسلاميين عامة، أنتوا ائتلاف إسلامي ومعظم الائتلافات الإسلامية أو الأحزاب أو الجماعات لم تنزل اليوم، ما تفسير هذا؟ والله هم ليهم حساباتهم وليهم ثقتهم الشديدة بالنسبة للمجلس العسكري على أساس أنه يحقق مطالب الثورة، ولكن نحن يعني لنا رؤية ولنا نتصور بالنسبة للواقع يعني، وبالتالي احنا لازم نتعامل مع المطالب الثورة وتحقيق مطالب الثورة اللي هي لن تتحقق الا بالضغوط. ابرز الذي لم يتحقق من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري هناك مطالب كثيرة، يعني تحويل المدنيين الى محاكم عسكرية، ده هذا يعني ده لا يمكن ان يتفق يعني يرضى عنه اي حد في الثورة. بالنسبة للأمر الثاني اللي هو الحزب الوطني، الحزب الوطني لا زال يعني يحكم الدولة، كل مؤسسات الدولة تدار بواسطة كوادر الحزب الوطني أو عناصر من الحزب الوطني. تفعيل قانون الغدر، قانون الغدر لم يفعل بالنسبة للمحاكمات السياسية للنظام السابق. بالنسبة في هناك أنواع من الفساد الموجودة لغاية يعني حتى الآن. يوم الأحد السابق كان الشرطة قامت بضرب الشهداء أو أسر الشهداء في أكاديمية الشرطة، وده كان ولم تفعل أي شيء مع أهالي أو أبناء مبارك اللي كانوا متظاهرين أمام أكاديمية الشرطة. الانصراف إمتى؟ الإيه؟ الانصراف من ميدان التحرير. الانصراف النهاردة هيكون الساعة 6 النهاردة. شكرا فندم. عفوا، سلام.